شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: إذا عصى ولدك فأدبه بالشرع ولا تقطعه، بل قابله بالعبوسة ليكف عن المعصية. يعني يضع لنا قاعدة كيف يتعامل الأب مع الولد العاصي، الولد العاصي لأبيه، يعني مو العاصي لله، الولد المخطئ مطلقا. قال: إذا عصى ولدك فأدبه بالشرع. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فلا يجوز، هكذا يفهم، لا يجوز ضرب الولد قبل سن السابعة. فإذا أردت أن تعاقب ولدك، عاقبه ضمن العقوبات التي شرعها الله عز وجل. أما مثلا أنا أعرف شخصا كان إذا ابنه ترك الصلاة يضربه ضربا مبرحا بالعصا، هذه عقوبة ظاهرها أنه يريد أن يعاقبه للصلاة، فهو يقول يجب أن تكون العقوبة شو؟ أن تكون العقوبة ضمن موازين الشرع. والعلماء قالوا يقاس مثلا على الصلاة الصوم، يعني الولد نعلمه الصيام لسبع يتدرب عليه قياسا على الصلاة: علموا أولادكم الصلاة لسبع. فإذا خالف الولد وأردت أن تعاقبه، عاقبه ضمن الشريعة. لا يجوز لك أن تضربه بالعصا، لا يجوز لك أن تقبحه، لا يجوز لك أن تهينه مثلا. فيقول: ولا تقطعه. شو يعني لا تقطعه؟ يعني مثلا في إنسان يريد أن يعاقب ولده يمنعه من المصروف، بيقول له أنت محروم من المصروف لمدة شهر كامل. طيب هذا الولد من أين سيأتي بالمصروف؟ أنت بهذه الطريقة إذا كان معتادا أن يأخذ مصروفا منك، بهذه الطريقة تلجئه إلى أن يعني يتخذ طريقا آخر. أو مثلا إذا أراد أن يعاقب ولده لا يتكلم معه. طيب لا يتكلم معه، ربما هذا يكون لصالح الولد، ربما بيقولوا أصلا من علامة فشل المربي، من علامة فشل المربي أن الابن يعرض مشاكله على جاره ولا يعرضها على والده. ليش؟ والده لا يستوعبه. البنت إذا عندها مشكلة معينة تعرض مشاكلها على صديقتها، لكن لا تعرض مشاكلها على أمها، تقول لك أمي لا تستوعب أو أمي لا تحل المشكلة. فأنت تريد أن تعاقب ابنك، يقول لك عندك قاعدتان: القاعدة الأولى العقوبة الشرعية، القاعدة الثانية عدم الهجران. تمام، اعبس في وجهه لكن لا تقاطعه، تكون تسأله عن دراسته فلا تسأله عن دراسته، يكون يسأله عن صلاته فلا يسأله عن صلاته. قال: بل قابله بالعبوسة ليكف عن المعصية. وأكثر ما يدخل على المؤمن الدخل، العيب يعني، إذا كان عاصيا، فإما أن يفضحوه وإما أن يستهزئوا به. يعني الآن أنت إذا وجدت شخص يعصي الله، إذا فضحته يعني هو يكون عنده شيء من الحياء، يعصي الله في السر، فإذا فضحته أنت شجعته أن يظهر المعصية، بالعكس تتبلد مشاعره. فالعاصي إما أن يفضح، يعني هذا طريقة الجاهل مع العاصي، إما أن يفضحوه. تمام، واليوم تفتح على اليوتيوب بيقول لك فضيحة فلان، مظبوط، على مواقع التواصل الاجتماعي فضيحة فلانة. وأنا ذكرت لكم أنه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وذكرنا بقاعدة التعامل مع العاصي، قال: لو لم أجد للزاني إلا ثوبي لسترته به. يعني إذا أنا سيدنا أبو بكر الصديق، يعني أنت فيك تزاود علي بالإيمان،
فيك تزاود على فلان بالإيمان وبالغير على الدين، لكن هل تستطيع المزاودة على أبي بكر الصديق؟ مستحيل رضي الله عنه. لو وزن إيمان الأمة في كفة ووضع إيمان الصديق في كفة لرجحت كفة الصديق. مع ذلك يقول أنا لو رأيت زانيا بعيني لسترته بثوبي. طبعا هذا الفعل شو بيخلي الزاني يا أخواننا؟ يعني لو نظرنا إلى أبعاد هذا الفعل، أبعاد هذا الفعل، هذا الفعل يجعل الزاني يزداد حياء من الله، يجعله معظما للدين، يجعله مقدرا للدين. أما الفضيحة تجعل هذا الإنسان يزداد تمردا. لاحظ ماذا يقول، يقول فإما أن يفضحوه، هاي واحدة، وإما أن يستهزئوا به، كمان الاستهزاء بالعاصي يزيده أيضا تمردا على الدين. فإذا فعلوا ذلك فقد أخطأوا الطريق، مثل ما فعل الحديث المشهور لما دخل أعرابي فبال في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموا عليه بوله، يعني خليه يكمل بعدين بس خلص. قال جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا فلان، شوفوا النصيحة، تخيل هلا أنت عندك بالمسجد، أنت أبو محمود هون بالمسجد، فات واحد بول بالزاوية، كيف تتصرف معه؟ شوف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا البعض شو بيقول، شوفوها المساجد سابقا كانت تراب، اليوم سجاد. يا أخي الإهانة للمسجد إهانة، يعني هو عمليا بال في بيت نسجد فيه، في بيت نعبد الله فيه، بدك أكبر من هالإهانة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموا عليه بوله، ثم توجه إليه. وعلى فكرة الصحابة كلهم، يعني الوارد أنه ولا صحابي تصرف مثل النبي، يعني دليل أنه نحن تصرفاتنا أحيانا شو؟ ردود أفعال ليست تابعة للشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف تصرفا شرعيا، ذهب إليه وقال يا فلان، شوفوا الأسلوب النبوي، إن هذه المساجد لا تصلح لهذا الأمر، إنما هي للصلاة وذكر الله وعبادته وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيقول الأعرابي والذي نفسي بيده ما رأيت خيرا منه معلما، صلوات الله وسلامه، أفضل من هيك معلم هذا الطراز الأول في التعليم يا أخوان الكرام. أما لو النبي صلى الله عليه وسلم قال له قاتلك الله يا عدو الله، تبول في المسجد، ماذا سيفعل؟ سوف يخرج من المسجد وبحياته ما عاد يرجع المسجد. هذا التصرف مع الأعرابي أسره، لذلك العلماء يذكرون رحمة النبي عليه الصلاة والسلام مو بس بالعصاة، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى بالكفار، كان عليه الصلاة والسلام رحيمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن اليوم، يعني هلأ في أخ كريم عم يحكيني باب المسجد بعد صلاة العصر، قال لي لو بتشوف اليوم بالطريق، يعني كأنه الناس لا يوجد رمضان. طبعا كل سنة نحن بنسمع مثل هذه الجمل. قلت له أولا يجب عليك، يعني هكذا يخطر في بالك، إذا رأيت شخص يعصي الله يجب عليك أن تتذكر فضل الله عليك أنك لم تكن مثله. القرآن قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. شوف التصرف الرحماني والتصرف الشيطاني. التصرف الشيطاني لشخص يفطر في نهار رمضان، الشتم، النقد، السب، الاستهزاء، الفضيحة، الدعوة عليه، الله لا يوفقك، الله ما بعرف شو، صح الكلام ولا لا؟ أما التصرف الرحماني، أولا أن تتذكر فضل الله عليك. ليش أنت صمت بكيفك وبإمكانيتك؟ لا، أنت مو بإمكانيتك، لولا فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. إذا لولا فضل الله أنت ما بتستطيع تصوم، لولا فضل الله أنت لا تستطيع أن تصلي. بالعكس، نحن من عقيدتنا أن الله خالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل. الله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، يعني أنت مخلوق لله وعملك مخلوق لله. إذن أنت لازم تتذكر فضل الله عليك، أن الله عز وجل لم يرفع عنك إمداده، لأن الله لو رفع عنك إمداده شو بصير فيك؟ بصير فيك أنت تفطر مثله. بعدين بجوز نحن الله ساترنا، بجوز نحن بأيام شبابنا، يعني أنا بحكي عن الكبارية، أنا لساتني شاب، بس الكبير بأيام شبابه ربما مر عليه يوم أفطر، كانت نفسه مريضة ضعيفة، كان له صحبة سيئة، والآن يصوم ويسمع الدرس، صح الكلام ولا لا؟ هذا العاصي الذي تراه عاصيا ربما في يوم من الأيام في سنة من السنوات يشهد معنا هذا الدرس
ويتحسر على الأيام التي قضاها في معصية الله عز وجل. فإذا إذا رأيت عاصيا، العاصي سؤال: مبتلى أو مرحوم؟ جوني مبتلى. ونحن دائما إذا رأينا أهل البلاء نستهزئ بهم ولا نحمد الله على العافية؟ نحمد الله على العافية. إذن كل معصية بلاء، فإذا رأيت أهل البلاء فاسأل الله صرف البلاء واحمد الله على العافية. قال: فإذا فعلوا ذلك فقد أخطأوا الطريق. إذا عصى المؤمن فقد وقع في ورطة عظيمة، وطريقه أن تفعل معه كما فعلت مع ولدك إذا عصى. يا سلام، يعني شو عم يقول لنا؟ بيقول أنزل العاصية منزلة ابنك. أنت ابنك إذا أفطر برمضان عامدا متعمدا ماذا تفعل معه؟ أنت ابنك إذا كان مدخنا ماذا تفعل معه؟ أنت ولدك إذا كان مسرفا على نفسه ماذا تفعل معه؟ مو ابنك تتلطف له بالنصيحة والغريب تشتد معه في النصيحة، لا، يجب عليك أن تتلطف مع غيرك كما تتلطف مع ابنك. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كان النصح ليس عليه آثار الرحمة هذا النصح لا يقبل أصلا، هو لن يقبل منك. هلا أنت روح، يعني مع فارق التشبيه، روح لعند إنسان يبيع ألبسة مثلا إيطالية، تمام؟ تدخل لعنده بتقول له: أخي أنا بدي أشتري من عندك بنطلون إيطالي. ما يرد عليك السلام، يعبس في وجهك، بيقول لك: أخي هاي بضاعتي إيطالية، عجبك عجبك، ما عجبك الله معك. لن تشتري من عنده ولو كانت بضاعته ممتازة. البضاعة الممتازة ما بتكفي، البضاعة الممتازة بدها أخلاق ممتازة. أما روح لعند إنسان بيبيع بضاعة نخب خامس لكن لسانه جميل لطيف، أهلا وسهلا أستاذ، تفضل نورت المحل، يا أخي لا تشتري بس تفضل خلينا نتعرف عليك. أنت بتعرف أنه عم يضحك عليك وبتشتري وبتطلع. ما الذي جعلك تقبل بضاعته؟ أخلاقه. بضاعة جيدة وأخلاق جيدة هذا المطلوب، بضاعة ممتازة وأخلاق سيئة لن تقبل، بضاعة مغشوشة وأخلاق جيدة تجد قبولا عند الناس. فأنت الآن تريد أن تنصح إنسان، النصيحة بضاعة جيدة لكن تحتاج إلى أخلاق، إلى أخلاق جيدة. قال: وطريقه أن تفعل معه كما فعلت مع ولدك إذا عصى، تعرض عنه في الظاهر وتكون راحما له في الباطن. يعني أنت بتعرف إنسان جار لك عاصي، أنت عبست في وجهه، هذا العبوس شو؟ ظاهري، لكن في الباطن أنت راحم له. مثل ابنك، تعبس له ظاهرا وترحمه باطنا، تعبس له لتصلحه، تعبس له لتكفه. كذلك العاصي إذا لم يكن ابنا لك تعبس له ظاهرا وترحمه باطنا. وهذا اللي تعلمناه من مشايخنا، قالوا: نحن نقابل الناس، قال يعني علاقتنا مع الناس رحمة في القلب وبشاشة في الوجه. أما بتقول لك: لا أنا ما تحملت أخي. المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه، تمام؟ يعبس للضرورة، مو الأصل فيه العبوس. أما اليوم في ناس ماذا يتعاملون مع العصاة؟ يتعاملون مع العصاة بالمعاصي، بالشدة، بالقسوة، بالنقد، برؤية الذات عليهم، بيقول لك: هذا الالتزام هيك الدين تبعكم، أنا ما عاد بدي الدين كله. إذا الدين هيك عم يجعلك تحط من قدري، أنا لا أريد كل هذا الدين. تعرض عنه في الظاهر وتكون راحما له في الباطن، وتطلب له الدعاء بالغيب. يا سلام، ثلاث أشياء: إعراض في الظاهر، رحمة في الباطن، دعاء في ظهر الغيب. يعني أحيانا كمان في نوع من العصاة أنت صعب تتكلم معه أو لا تجد يعني وقتا صالحا أن تنصحه. طيب الآن الأيالي مباركة، صح؟ هل يزعجك معصيته؟ نعم يزعجني معصيته. اسأل الله، اسأل الله، ارفع يديك قل: يا رب فلان عاصي، ويعني أسألك في هذه الليالي المباركة أن ترده إلى الصواب. هذا أضعف الإيمان، يعني هذا أضعف الإيمان. ملجئ الآن أفضل أن تنصحه، أن توجهه وأن تنصحه بالطريقة المناسبة والألفاظ المناسبة، ثم بعد ذلك تدعو له. أما غيبته ليست مشروعة، نشر أخلاقه بين الناس أيضا ليست مشروعة. نسأل الله أن يزيدنا رحمة مع الآخرين، مع المطيعين والعاصين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تقبل أعمالنا صالحات يا رب العالمين، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، واجعلنا عندك من الذاكرين، واجعلنا عندك من عباد الله الصالحين، وفقنا إلى القول والعمل الصالح يا رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. فيا رب نور به دربنا، وثبت به في فؤاد اليقين، فإني عليل أقاسي الكروب، طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين. فمن علي يا راحمي، فما لي سواك إله معين، فما لي سواك إله معين، فما لي سواك.